كيقول لك راه الدراري راه ما قاريينش ولا وكاع يجدي يجيبوا المعلمه انا جديت حتى شي حاجه راه ما كاينش. ثلاثه السوايع شنو ثلاثه السوايع؟ ثلاثه السوايع الدري بيخرج ثلاثه السوايع باقره في النهار فين بيخرج لي هذا الولد انايا؟ ما عنديش انا المستطاع تقول لك سيري ديري السوايع لا سيري قريب بريفي. لا انا مواطنه ومغربيه وهذا مغربي وهذا مغربي، حنا حقنا حقنا حتى حنايا ولادنا يخرجوا حتى حنا مجتهدين، حنا حقنا حتى حنا بينا محامي وبينا ماشي حنايا ماشي منعمشين وما يعطيوناش حتى حنا القيمه. حنا ما كنطلبوا من الناس حتى شي حاجه، حنا نقدوا لنا ولاداتنا حقوق وليداتنا بينا حتى حنايا نعطيو واحد الجيل اللي يشرف سيدنا. حنا كناديو سيدنا كناديو سيدنا، حنا راه ما ضد شي حد، انا بالنسبه ليا غير ولادنا. تصوري واحد الخبر جا اليوم بالنسبه لينا طايره بانهم اخيرا قبلوا لنا على يجيبوا لنا على الاقل خمسه ديال الطوموبيلات اللي يديو لنا وليداتنا للمدينه. واش تقدر انت يا بنت صيفطها في الظلام وفي الشتاء وفي البرد؟ تقدر انت تعطي بنتك تمشي للتقرا او ولدك وهاد الدري ملي كيخرج من القرايه فين تيمشي؟ خصكم تعيشوا المصير ديالنا، راه ولادنا ضايعين، راه ولادنا مصومين في السجانه، راه ما قراو ما داروا حتى شي حاجه. احنا يا بغينا غير القرايه، بغينا نقدو يا وليداتنا، بغينا نعتم. واش هاد الولد هذا كيجي للمدرسه ما عندوش هو الفرحه ديال المدرسه بانه جاي لهاد المدرسه؟ ما كاينش شي نظام ولا شي حب ديال القرايه هاد المدرسه والو، تيدخلوا كيجريو كيخرجوا تيجريو. واش تصور نتوما النتيجه كيشدوها في الزنقه؟ والدراري خصكم تدخنوهم وتحتفلوا بهم وتعطيهم القيمه ديالهم وديروا لهم القيم ديال الاعياد وتعطيهم النشيد الوطني وتحسهم يعني يكون شي حاجه شي تكون رغبه تحبوا شي حاجه في القرايه. يعني هادشي حنا كنعانيو بزاف، الدراسه ما كايناش. ولد السادس دابا انا بعدا حاليا بعدا زيرو، النظام ما كاينش والقرايه ولد السادس ما تيعرف حتى الضمائر ما تيعرفهاش. نتحداك انا نتحدى اي اذاعه تجي وتدخل لهاد المدرسه وتشوف هادشي، راه ولادنا ضايعين في هاد الدوار، ضاعوا لنا ولادنا، راه ضاعوا لنا ولادنا، راه بينا القرايه بينا المعلمين. هاد الناس بهم يحسوا بينا، مشينا عندهم وقالوا لنا نهار الجمعه ويجيو المعلمين وعطيناهم كلمه وقدرناهم، ولكن هما هاد الناس كيضحكوا عنا تيقول لنا واش مشيتوا كاع شنو قضيتوا؟ حنا مخلين ازواجنا مخلين ولادنا مخلين مشاكلنا وكنجري وكنقول حنا بغينا نعاونوا هاد الناس، لان المتضرر الوحيد هما حنا الاباء، حنا موت هاد الولد وموت هاد البنت وموت كلشي. واش نحق ولادنا تمشي في الجنانات؟ بنتي انا تمشي في الجنانات وبغيتها تقرا حتى انا وبغيتها تقرا، بغيت منها معلمه بغيت منها استاذه بغيت منها كيف ما بغيت منها، ولكن ما شاء الله. المدير الدور ديالو هو تيدبر الاساتذه اللي عنده وداكشي اللي عطاوه، هو ما تيقلع ما كيعطي، المدير يدير ما عنده. دوك الاساتذه اللي عنده راه تيفرقوا باش ما نحملوش المسؤوليه للمدير. ثانيا الدور ديال الجمعيه هي راه راسلت النيابه نهار 15 في الشهر بشان الخصاص، وراه عندي وثيقه ممكن نسلمها ليكم نسخه منها، اننا هضرنا معهم على النقص اللي كاين في الاساتذه. حنا ناقص ثلاثه الاساتذه، الخصاص الفعلي كاين، الخصاص الاخر اللي هو ديال المرض هذاك تيدبر بشكل او اخر، ولكن الخصاص الفعلي هو ثلاثه الاساتذه ناقصين، جوج ديال السادس وواحد ديال التحضير. وكما تعلمون ان الجمعيه شريك داخل المؤسسه التربويه، لان الجمعيه يمثل رئيس الجمعيه يمثلها في مجلس التدبير ومجلس التربوي، حنا دائما حاضرين وكنسبقوا بعض المرات الاحداث حتى نشوفوا كان شي مشكل جاي راه كندبروه مع المسؤولين. حنا اللي تنطالبوا به دابا هو ثلاثه الاساتذه الفعليين اللي خاصين. الجانب ديال الامن عندنا مشكل كبير في دوار زمران، جدارميه ناعسين نعسون نعاس طويل ما كاينينش في هذه المنطقه هذه، الكريساج اصحاب مخدرات، الاقتصاد دابا اللي كاين في زمران هو المخدرات، ما كاين لا ماتيش اخرى ولا زيتون. كاين مشكل ديال الاغتصاب، راه بحرا حصلوا السيد في دوار نزاله ماشي على صعيد الدوار، ولكن راه هادشي قريب هنا، وعندنا الدريه البنات دابا صغار هما تيركبوا على البيكالو تيهودوا. حنا بغينا الامن يتحرك، كاين هذا الجانب ديال الباشا ديال المنطقه خدام، ولكن يدون واحد علاش تصفيق بوحدو ما عاد يجي قد، ولكن تنطالبوا من القائد الجهوي باش يتكلم مع الناس ديالو اللي هنا في المنطقه ديال تسلطنت يتحركوا، والا حنا راه غادي نقوموا بما يمنح لنا القانون من وقفات احتجاجيه سلميه في نطاق الامن. الامن غائب كل الغياب في دوار زمران، كاننا حنا ما كاينينش في المغرب، ما عايشينش. الانسان خارج بيصلي خايف، غادي للفلاحه خايف، غادي للمدرسه خايف، طلقتي ولدك خايف، كاين مشكل ديال الامن.
خت نطالب بالقياده الجويه ديال الدرك الملكي باش دير لينا واحد لي بوست هنا مؤقت، او لا يدخلونا عند البوليس، يدخلونا الدوله عندها امكانيات هائله وكتخرج كل عام كيخرج جلاله الملك واحد الدفعه ديال الامن في يمشي هذا الشيء، يجيبوا لنا حتى حقنا مننا. حنا حتى حنا نطالب بهذه النقطه هذه، وبنا دوريه تكون يوميا، تكون دوريه يوميا في زمران ديال الامن باش الناس يحسوا بالامن. الامن راه ما كاينش هنا في دوار زمران. تاع التسويع، مشكله تاع التسويع اللي هما ما كافيناش 3 سوايع ونص، ما كافينش التلميذ باش يقرا. عندنا المشاكل تاع الاساتذه، قلنا الخصص تاع الاساتذه اللي ما كاينش، اللي هو السادس والتحضيري، ياك السادس والتحضيري اللي عندنا المشكل ديالو. عندنا هذا النظام في المدرسه ما كاينش، النظام في المدرسه ما كاينش. الاقتضاد هو اللي دار لنا هذه الروينه كلها، هو الاقتضاد في المدرسه. المدرسه فيها الاقتضاد على واحد الضغط فايت القياس. حنا خاصنا ابتدائيه واعداديه، هادو هما الاول. حنايا في هذه المدرسه ما كنقراوش، فاش بالنسبه لحنا ضايعين بزاف. الاساتذه اللي بيقراونا باقي ما تعينوش، وانا كنشكركم. وهاد الناس هادو راه اللي بنقراو عندهم حنايا، فاش كندخلوا ديك ساعتين راه حنا ما دايرين حتى حاجه، ما كافياناش. فاش كندخلوا سميت الوقيته اللي بنقراو فيها حنايا، كيخرجوا الاساتذه كيبقاو مجمعين كيشاطوا في التليفونات. فاش كيدخلوا كتقول لهم ادخلوا باقي يقراوكم، في الاخر كيقول لك جمعوا ادواتك وخرجي. وما الفرنسي ما عندناش، ما عرفتش ديك ساعتين واش غنقراو فيها عربي ولا فرنسي ولا اشنو غادي نقراو فيها. حنا راه ضايعين بزاف في هذه المؤسسه، وكنتمنى عفاكم تعاونوا معنا باش هاد الاساتذه هادو يجوا، راه بينا نقراو حنايا، ولكن هما راه ما باش يتعاونوا معنا ومضيعينا بزاف.